الشاشة أكتر واحد كان بيلطم وقول لهم يا جماعة احذروا من إخوان المسلمين في وصول السلطة. فالناس كانت بتضحك وتقول لك الراجل ده بيقول كلام في الهبل وفي الهقايس. بس في فترة النص السنة اللي هو كان في فترة الحكم الإخوان بدأت الحقائق اللي كان بيقولها توفيق عكاشة حقيقية وليس خيالية. بس فهو الراجل ده يعني مش عبيط ولا هبل زي ما المجتمع بتفتكر ان هو عبيط وهبل. لا هو الراجل ده بيتكلم في حاجات صحيح، في حاجات طلعت صحيح. بس